بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 21. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: في سورة العصر وقفات مهمة، ما المستفاد من هذه السورة العظيمة حفظكم الله لعلكم توجزونها في هذا السؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستفاد منها واضح، أن الإنسان مهما كان فهو في خسار، أن الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بأربع صفات: الصفة الأولى الإيمان بالله عز وجل، الصفة الثانية العمل الصالح، الصفة الثالثة التواصي بالحق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، الصفة الرابعة التواصي بالصبر. هذه أربع، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المناسبة بين ذكر بعد في ذكر المناسبة في ذكر الصبر بعد تواصوا بالحق، أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتعرض للأذى والخطر فيصبر على ذلك ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعته وإن حصل له أذى، وتواصوا بالصبر كما قال الرجل الصالح لابنه وهو لقمان لابنه وهو يعظه، من جملة ما وعظه به: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه أذى من الناس، يصبر على ذلك احتسابا لوجه الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، وضعت برادة سبيل أمام المنزل لتكون صدقة جارية مني لوالدي رحمهم الله، وقد تعطلت منذ 4 شهور، والسؤال: هل يتوقف الأجر لأبي ووالدي خلال 4 شهور الماضية؟ وأيضا إذا استبدلت البرادة بأخرى جديدة هل يتواصل الأجر؟ وأنت أحسنت في وضع هذه البرادة بنية أن أجرها لوالديك، ولكن إذا توقفت أو تعطلت توقف الأجر، لأنه يتوقف الانتفاع، فإذا توقف الانتفاع توقف الأجر. إذا كنت تريد اتصال الأجر فأصلح البرادة أو اشتر بدلها ليستمر الأجر والانتفاع. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم تقارب الصفوف في صلاة الجنازة. ليس لصلاة الجنازة يعني تقارب خاص، مثل الصفوف في الصلاة ليس لصفوف الجنازة صفة خاصة، إلا أنه يستحب إكثار الصفوف خلفها. نعم. يسأل هذا السائل عن حكم الزيادة في سعر السلعة في حال كان المبيع أو البيع لأجل بدون علم المشتري. لا بد أن يعلم المشتري بقدر الثمن ويعرف الأسباب التي بني عليها الثمن من نقد أو مؤجل، لا بد من معرفة هذا. نعم. هذا يسأل عن حكم تخزين السلعة من غير الشراب والطعام لبيعها في زمن مناسب، وما هو الاحتكار المحرم؟ الاحتكار المحرم هو أن يحتكر ما الناس بحاجة إليه، الناس بحاجة إلى الطعام، إلى الشراب، المواد التي يحتاجها الناس لا يحتكرها من أجل أن ترتفع أسعارها عليهم. المحتكر ملعون والجالب مرزوق كما في الحديث. وأما الكماليات الناس ليسوا بحاجة إليها لا بأس بتخزينها. نعم. يقول يسأل عن هذا الذكر، هل هو صحيح؟ وهو قولنا: سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. الوارد: سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه. هذا الوارد: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم.
السائل يسأل يا شيخ عن حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد قراءة الإمام، هل يجوز قراءتها بعد انتهاء الإمام من قراءتها؟ نعم، إذا سكت الإمام فاقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، أما إذا جهر فأنصت، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. يسأل هذا السائل يا شيخ عن صفة تحريك السبابة في التشهد، نرجو توضيح ذلك. يرفع السبابة يشير بها إلى التوحيد، إذا حركها فلا بأس. نعم. أيضا يسأل عن حكم جلسة الاستراحة ومتى نقول الله أكبر عند الرفع من السجود. جلسة الاستراحة الصحيح أنها من المباحات وليست من السنن، تفعل عند الحاجة، إذا كان الإنسان مريضا أو ثقيل الجسم ويحتاج إليها يفعلها، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لما ثقل عليه الصلاة والسلام، وكان قبل ذلك لا يستعملها، والتكبير عندما يقوم من السجود، وجلسة الاستراحة لا تستغرق وقتا طويلا، فإذا كبر عند رفعه من السجود وجلس الاستراحة قليلا فإنه يقوم بدون تكبير، تكفي التكبيرة التي قام بها من السجود. هنا فضيلة الشيخ، هذا يسأل عثمان ويقول: ما أهمية الوصية في حياة المسلم وهو على قيد الحياة؟ لأننا نرى الخلاف بعد الوفاة بين الأولاد في بناء مسجد، لماذا لا يكون بناء المساجد أو المسجد لهذا الميت وهو على قيد الحياة حيث تكثر المنازعات بين الورثة؟ يرجو من فضيلتكم توجيه. لا شك أن كون المسلم يتصدق ويعمل الخير وبناء المساجد وهو على قيد الحياة يتولى هذا ويشرف عليه، أن هذا أفضل. وإذا أوصى بعد موته أن يبنى مسجد فإنه يجب العمل بوصيته من الثلث، إذا كان الوصية تخرج من الثلث، حدود الثلث وأقل، يجب تنفيذها ولا يجوز تساهل فيها أو تركها، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فلا يجوز تبديل الوصية عما أوصى به الموصي إذا كانت على طريق خير وطريق بر، ويجب على الموصي أن ينص على وكيل ينفذ الوصية بعده، أن يختار من يقوم بتنفيذ الوصية بعده من أولاده أو من غيره، ويجب على الوكيل أن ينفذ الوصية إذا كانت في طريق خير مثل بناء المسجد. نعم. المريض الذي يمضي ساعات متواصلة في غرفة العمليات ويدخل عليه أكثر من وقت، كيف يتعامل مع الصلاة؟ إذا وجبت الصلاة قبل دخول العملية فإنه يصلي الصلاة الحاضرة ويجمع إليها الصلاة التي بعدها كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، جمع تقديم. وإذا كان دخل في العملية قبل دخول وقت الصلاة الأولى فإنه ينوي تأخير الصلاة الأولى مع الثانية فيجمع جمع تأخير، هذا إذا كان إجراء العملية لا يستغرق وقتا طويلا، أما إذا كان يستغرق وقتا طويلا ساعات ممتدة فهذا يقضي، إذا انتهى من العملية وقدر على القضاء فإنه يقضي الأوقات التي مرت عليه وهو في العملية، ويكون ذلك طريقة الترتيب بين الفرائض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو يوسف: نحن في أيام الشتاء نلبس الشراب ويخفى على كثير من الناس الأحكام المتعلقة على المسح، فما أبرز هذه الأحكام مأجورين؟ نعم، الشراب يشترط في المسح عليها تكون صفيقة، يعني تكون ساترة لما وراءه، ما إن كانت شفافة أو كانت مشققة ومخرقة يظهر شيء من الرجل فإنه لا يجوز المسح عليها، لما يمسح على الجوارب السليمة الساترة للرجل الضافية على الرجل من الكعبين وما تحتهما، مثل ما يشترط في الخف أن يكون ساترا للكعبين وما تحتهما. نعم. هذه السائلة أم محمد تقول: إذا قالت المرأة للرجل زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل ينعقد هذا الزواج؟ لا ينعقد عند جمهور أهل العلم، لأنه يشترط الولي، لا بد أن يكون العقد
على المرأة بواسطة وليها، والمرأة التي تزوج نفسها زواجها باطل كما في الحديث، باطل باطل، فلا تزوج المرأة نفسها ولا المرأة، إنما يشترط الولي وهو أقرب العقارب منها. فإن لم يكن لها ولي فالحاكم هو الذي يتولى، أو نائب الحاكم مثل القاضي مثل الأمير تولى العقد عليها. السلطان ولي من لا ولي له كما في الحديث. ولا تزوج المرأة نفسها. الله جل وعلا قال وأنكحوا الأيام منكم، هذا خطاب للرجال، وأنكحوا الأيام منكم، دل على أن الذين يتولون العقد هم الرجال أولياء النساء. أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول ظهر في وقتنا الحاضر من يفتي في بعض المسائل الفقهية ويتسرع في ذلك ولا يعطي الدليل، هل يؤخذ بفتوى؟ هذا يختلف اختلاف المفتي. إذا كان المفتي أهلا للفتوى، مؤهلا علميا فتوى، وعنده خوف من الله واحتياط للدين، هذا يفتي عند الحاجة. إذا سئل واحتاج السائل إليه يفتيه بما يظهر له من الأدلة. أما المتعالم أو الجاهل لا يجوز له أن يفتي الناس، وكذلك المتساهل الذي يلتمس للناس ما يرضيهم ويوافق أهواءهم هذا لا يجوز أن يفتي ولا يؤخذ بفتواه. نعم. أم سلطان تقول كنا نذهب إلى الطائف ونصلي الجمعة في المسجد ثم نصلي العصر ركعتين جمعا، فماذا نعمل بصلاتنا السابقة صلاة العصر وجمعها إلى الجمعة؟ هل نعيدها حيث حصل منا هذا تكرارا؟ لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة لأنها ليست من جنسها، ولأن هذا لم يرد، هذا لم يرد عن أحد من السلف أنه يجمع العصر مع الجمعة، وهو الذي يفتي به أكثر العلماء إن لم يكن كلهم، فلا يجوز هذا. من وقع منه فإنه يعيد صلاة العصر التي جمعها مع الجمعة، يعيدها. نعم. هذا السائل يقول زوجتي حامل ويشق عليها جدا القيام والركوع في الصلاة، أما السجود فتقول بأن ذلك صعب جدا عليه، فهل لها أن تصلي جالسة وهل لها أن تؤمن بالركوع والسجود؟ إذا احتاجت إلى هذا، إذا كان القيام يشق عليها كذلك إذا كان الركوع والسجود شقان عليها سبب الحمل، فإنها تصلي على حسب استطاعتها. قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ويومئ بالركوع والسجود برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ هل يلزم الأطفال إذا أحرموا مع أهلهم في حج أو عمرة بالتقيد بمحظورات الإحرام وواجباته وأركان الحج والعمرة والطهارة للطواف؟ نعم، تلزمهم أحكام الإحرام سواء كانوا كبارا أو صغارا، فإن كانوا مميزين فهم يتجنبون محظورات الإحرام، إن كانوا دون التمييز فوليهم، وليهم هو الذي يجنبهم محظورات الإحرام ويحافظ عليهم حتى يؤدوا النسك الذي أحرموا به، فهم مثل الكبار في هذا. نعم. هذا السائل يقول أفيدكم بأنني أبلغ من العمر 45 وقد مضى علي أكثر من 10 من عمري دون أن أصلي ودون أن أصوم رمضان، ولكنني في العام الماضي أديت فريضة الحج، فهل تكفر عني تلك الأيام التي لم أصمها ولم أصلي فيها؟ وما توجيه الشيخ في ذلك؟ حجك غير صحيح، لأن الذي لا يصلي ليس له حج، لأن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر، لكن ما دمت تبت إلى الله وحافظت على الصلاة فإنك تعيد الحج الفريضة، تعيد حج الفريضة من جديد. وأما الصلوات الكثيرة فتكفي التوبة والمحافظة على الصلاة في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم مشعل تقول شيخ
بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تصوم مع المسلمين في رمضان، هل لها أن تأخذ مانع الدورة؟ نعم، قبل نزولها لها أن تأخذ الحبوب التي تمنع الدورة إذا كانت لا تضرها، يكون هذا بمشورة طبيب لئلا تضرها وهي لا تدري. أما إذا نزلت الدورة فيجوز أخذ الحبوب، ولو انقطع الدم فإنها ما تزال في حيض. وأما إنما هذا قبل نزول الدم وقبل الدورة، لا أن تأخذ الحبوب، فإذا امتنع الدم ولم ينزل في عادته فإنها تصوم. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال للأخ أبو فهد يسأل عن بيع السلم، وما مثاله مأجورين؟ بيع السلم هو تأجيل الثمن وتعجيل المثمن. تأجيل الثمن تأجيل السلعة، هذا له شروط، مثل السلم في الثمار، السلم في الحبوب، السلم في الأشياء التي تنضبط بالوصف، هذا هو دين السلم، بشرط أن يسلم الثمن في مجلس العقد، لأن لا يكون بيع دين بدين، إذا تفرقوا ولم يسلم الثمن صار بيع دين بدين، فلا يجوز هذا. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا البرنامج نور على الدرب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وهذا زميلي عثمان الجويبر يتمنى لكم أوقاتا طيبة. سجل هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله.